لا احنا مش او عايز يعني انت مش عايزه تشوفيكي. احنا عايزين نشوفك طيب عروسه بالفستان. انا عايزه انا اشوف نفسي حبيبتي فساتين. لا لا معلش فري. انا اكتر واحده لابسه فساتين. لا يعني ما فكرتيش يعني فكره ما راودتش تفكيرك كده اللي هو انا ما تيجي. لا انا عايزه اسالها على ما فيش حاجه دلوقتي في حياتي. لا انا استنى انت قالت لك قال لي دوري وخش دايركت على طول بقى. انا اخش دايركت بقى بس بقى حياتي. لا خالص صدقني لا. طب لا انت ما فكرتيش اصلا يعني ما فكرتيش اصلا. انا عارف ان انت عندك حياتك وتايم وتاليه اولاد اختك دول واخدين حياتي بالظبط. آه يعني الله يكون في عون الامهات. الله يكون في عون الامهات وفعلا يعني بصي ربنا بيدي كل واحد على قد ما يقدر يستحمل. انا مامتي لغايه دلوقتي وانا متدلعه جدا بيجيبوا لي على طول اوضتي هي ما بخرجش منها والاكل بتاعها. انك انت تبقى عندك روحين بتربي وبتاكل وبتمرن منك وبتعشقيهم. انت من الفنانين القليلين حتى اللي ما عندكيش بيت لوحدك عايشه معاها. لا ما ينفعش لازم يعني ايوه برافو. لا ومش بس هي ريم اذا عايشه لوحدها ممكن ما تاكلش اصلا تقريبا يعني لازم يبقى ماما ودينا انا بالظبط بالظبط. ما اعرفش يعني ما اعرفش اقعد حتى لوحدي خالص خالص. بتخافي؟ مش بخاف اصل بصي على حسب ما انت اتعودتي يعني. ساعات طبعا بقعد لوحدي لما بيبقى فيه تصوير ما اقدرش. ساعه الكورونا والبرنامج قعدت سنتين بره البيت لوحدي بس خايفه بقى. عليهم خايفه عليهم عايزه احميهم. ايه اكتر حاجه بقى بتخوفك من الدنيا عامه؟ لا بخاف من كل حاجه. لا بجد في العالم كل حاجه كل حاجه. انا جبانه جدا. شكل بصي الشكل اللي قاعد ده اوكي اي كلام. مفيش الكلام ده اي كلام. اه والله اي كلام مش يعني شكلي بيدي كده لكن انا بخاف. طب انا عايزه اسالك بقى على حاجه. ايه مواصفات الراجل ان شاء الله اللي ريم البارودي هتتجوزه او هتوافق وتقول انا بحب الراجل ده وتقدر تقف قدام الدنيا كلها؟ والله لو خلاني احب يعني يكون ايه مواصفاته بقى؟ يكون ايه مواصفاته؟ هو بيبقى ايه مواصفاته؟ مش عارف. الراجل المحترم موديل كام؟ شكله بيبقى في الالفيه. الراجل اللي يشد ريم البارود. والله يا حبيبتي مش في حد يشدني دلوقتي. هي ما عندهاش مواصفات مش في حد يشدها. اصل انا هقول لك مواصفات شكليه. انا مش مواصفات شكل. لا 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 شكل لا لا خالص يعني ممكن اقول لك انا عايزه مش عارف ايه تاني بالاخر قرد. لا لا مش شكل فكسف فلازم ابقى قد كلامي. لا مش شكل. هيجيبوها لي من على اليوتيوب. لا مش شكل. هيجيبوها لي من على اليوتيوب. مواصفات شخصيه يعني كلنا بنحلم يعني. اي ست ما ارتبطتش بتحلم ان هو بجد يبقى راجل بيحبها بيخاف عليها تو سبورت بيديها بوش. مش كل الرجاله بتحب انك تشتغلي. مش كل الرجاله بتحب نجاحك. مش كل الرجاله تحب انها تكبرك. دي حقيقه. احب انه يبقى كريم. احب يبقى كريم الاخلاق مش كريم. أيوه. بس ماديا لان هو لو كريم هيبقى كريم في كل حاجه. مظبوط يعني فاهمه قصدي. احبه يبقى محب لاصحابي. احبه يبقى حافظني من نظره عيني فاهمه قصدي. احبه انه ما يخونش. احب الله حاجات كتير قوي. الله لا انت هتقعدي شويه. احب حاجات كتير قوي. انا بصي معايا كتاب هوديه لك في العربيه اقول لك عليه عشان كده عندي مواصفات. طب وايه الحاجه اللي